نقول لك بصراحه مو جو سوي سالاري في النادي الافريقي. النادي الافريقي مش لوزين تاعي نطرد شكون نحب ونجيب شكون نحب، لكن سي لو بلون تكنيك المسؤول الاول اللي يقدر يطرد ويرجع هو انا. نبدا لك كرونولوجيكمون، زوير دوادي افين بريمير فوت غراف الوقت اللي سب الاربيت قدامنا، طيب حنا قدرنا لينا حنا قبل الى انسولتي الاربيت سسبوندا ب 3 ماتش بلس لا سسبونسيون. انا من واجبي قلت نعاقبه ويتعدى كونسي ديسيبلين ويرجع لجمعيته، اخر حنقطع له راسه هذا ولدنا تعاقب. بون مشى تلاقى مع البريزيدون عملوا له ينامود ايتو عاقبوه، قال لي يرجع، قلت له مرحبا به رجع لونترينمون. يمشي في لونترينمون انو بروفوكي باش نطردوه، مو ما دخلتش في الجو تاع دي غاما صعف. قلت زهير يلا تحرك شويه زيد شويه يلحق. لا في دو ماتش لافون في دو ماتش يقول كريم شماري قول له ما يكونفوكينيش. كريم شماري ما حبش يقول لي، قال له يا ولدي خمم مليح جمعيتك تستحقك وكل شيء. لو لوندوما زيد يقول له قول له راني ما نلعبش. عيط له انا جلي ابلي قدام كريم شماري باش يكونوا شهود، قلت له اسكو تو ادي كريم شماري ما يكونفوكينيش، قال لي وي. قلت له روح يا اخي راح نموت وراح ان شاء الله تحبط ليكيب هذه 5 ديفيزيون. الى عاد جوار واحد يدير علينا واسمه شوف لو الشارع في تونس تغير، ولو جوار لو فوتبالور سي ان سيتويان تونيزيان. زوير دوادي مربي مليح لكن الشارع غيره سي ان نوتر. انا 2008 الحق دوك عبد واحد اخر لا تروزيم غراف ايرور اللي دارها. يمشي البريزيدون البارح يقول له انا ما زيدش نخدم على ستاف تكنيك هذا. فوالا ليونيل ميسي طلب باش نتاحاو احنا، معناها يا اما زهير ذوادي يقعد يا اما عبد الحق بشيخه يقعد واحد منهم. فوالا توا نهار ينحوني يجي الجمعيه مرحبا به. لو دوسي اكلو. تبقى الجمعيه هذه اللي عندها قرن في عمرها، الناس قاعدين في ديارهم يبكوا عليها ويخلصوا في فلوسهم، وجوار يخلص منها وما يحبش يلعب لها، اش نقول لك؟ نسكروها، تسكر ولادها يسكروها، ما تجيش نحيوها من اسمها. والله انفع يا ولاد ليكيب، الرجال تاع الجمعيه ياخذوا قرارات في حوايج ومش راح تموت ليكيب وكاو.